السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. نادي أحد السعودي يتخلى عن نايف هزازي لهذا السبب. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. أعلن نادي أحد فسخ عقد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي اللاعب الدولي السابق نايف هزازي بالتراضي بين الطرفين. وعلق رئيس أحد سعود الحربي في تصريح إذاعي حول سبب الاستغناء عن هزازي قائلا: جاء قرار الاستغناء عن نايف هزازي بناء على التقارير الطبية التي تشير إلى تكرار إصابته واحتياجه لفترة تزيد عن 4 أشهر لفترة العلاج حتى يعود مجددا للركض في الملاعب. الجدير بالذكر أن نجم هزازي سطع مع الاتحاد ومن ثم تحقيقه عدد من الألقاب مع الشباب قبل أن ينتقل لصفوف النصر في صفقة مدوية، ومن ثم التعاون والتجربة الخارجية التي لم تكتمل انتهاء بانضمامه لصفوف أحد. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.